حالة من التململ والتذبذب عما بمر فيها سوق الكريبتو، صراع بين المشترين والبائعين دون انتصار أحد من الطرفين، وأيضا أخبار بتخص حذف بعض العملات من منصة باينانس، وأيضا شباب مستجدات عملة الشيبة. صديقي إذا كان بهمك أخبار سوق الكريبتو وإذا كنت مستثمر ما عليك إلا صديقي تتابع معي الفيديو للأخير. شباب هاي أرباحنا من قناة التليجرام، بتمنى منك تلقي نظرة على القناة لتشوف أرباحي الهائلة بنفسك، ما تفوت على نفسك الفرصة وتنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. شمعة يوم أمس حاولنا الاختراق المقاومة اليومية، لكن شفنا ارتداد واضح من مناطق 30,000 منطقة المقاومة اليومية. أصدقائي للعلم، طالما نحن أسفل مناطق المقاومة اليومية والأسبوعية، إذن أصدقائي السيناريو المرجح لأن التصحيح مناطق 28,200. أيضا كان في موعد مهم تم تأجيله، صناديق الـ ETF سبوت شركة كاسي وود تم تأجيله إلى شهر 11. أيضا صديقي بيان من منصة باينانس بحذف العملات الماتيك وعملة الأداء، طبعا مو حذف بشكل نهائي، حذف مقابل اليو اس دي. ايضا صديقي ارتفاع ملحوظ بعملة شيبا اينو بسبب ارتفاع الحرب والاخبار الضخمة القادمة على العملة بسبب بلوكشين شيباريوم، وطبعا العملة حاليا عمال بتحول تكسر الترند الهابط لتتجه الى مستويات اعلى، وتم حرق من العملة 80 مليون بيوم واحد. وطبعا صديقي سوق الكريبتو مثل اي سوق استثماري، لازم تعرف فيه هدفك ولوين رح توصل باستثمارك. في اشخاص ما بيثقوا بالشرط وتحليل الشرط. شباب نحن عمال بنحكي بمبدأ تحليل فني، لازم صديقي نحدد الفائدة وتحدد هدفك من العملة، لازم تدرس استثمارك الناجح، واهم نقطة لازم تدرسه بالعملة هي سبلاي العملة، هل هو ثابت ام عمال بيتم زيادة السبلاي بشكل متكرر. هالامر بيخفى على كتير مستثمرين، وللأسف هذا الامر جدا مهم لمستقبل العملة وهدفك. واذا كنت بتفضل اهم الصفقات الاستثمارية مهم كتير، انضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتشاهد أرباحي بنفسك. صديقي بتمنى منك إذا كنت استفدت من هذا المحتوى لا تنسى تدعمني باللايك والكومنت والاشتراك لحتى يوصلك كل جديد.